ليوم الوقفة نكهة مميزة تنشر السعادة بنفوس الأشخاص من كبيرهم لصغيرهم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة اللي عم يطل فيها عيد الأضحى علينا هالسنة وأسعار غالبية المواد مرتفعة، لكن الفرحة كانت أقوى من هالظروف، والناس نزلت لتجهز مستلزماتها وتحضر حالة لاستقبال العيد بأبهى صورة. كيف حضرتوا حالكم لاستقبال عيد الأضحى؟ شو جبتي من السوق؟ شو اشتريت؟ نزلنا الأولاد، جبنا لهم ثياب وجبنا أغراض للعيد، يعني حلويات، سكاكر. اشتريت ألبسة للأولاد ولبناتي ولابني، وعملت معمول وبرازق كمان، وعم اتسوق كمان مثلا نجيب بزورات حلويات وهيك شغل. كيف لقيت الوضع بالسوق؟ الحركة، الأسعار؟ الحمد لله ماشي حالك. والله أنا ما اشتريت شيء لأولادي من ذاك العيد، أولاد ابني اشترينا لهم، بيعيدوا فيهم هالعيد بإذن الله. والله مثل الأيام العادية ما في شيء. والله أكذب عليك ما اشتريت شيء لحد هلا، نازل شوف. جبت قهوة والحلو بنساويه بالبيت، نحن بنساوي معمول، بنساوي في أقراص خاصة للعيد. كيف لقيت حركة السوق هذه الوقفة؟ أنا تفاجأت على فكرة، تفاجأت كثير إنه في حركة منيحة، أنا ما كنت متوقع. التوجه لمحلات الحلو والشوكولا والقهوة وغيرها من تحضيرات ضيافة العيد هي من عادات السوريين بيوم وقفة العيد، وبتشهد الأسواق بهذا اليوم حركة نشيطة، والمحلات بتبقى فاتحة بوابها لساعات متأخرة لتلبي كافة الاحتياجات. كيف بتكون حركة السوق بالوقفة عادة، واليوم كيف شايفة؟ والله مثل كل عيد، يعني دائما حركة العيد وحركة الوقفة تكون يعني أنشط من الأيام العادية. ماشي الحال الحمد لله. يعني القوة الشرائية ضعفت بشكل عام، يعني كان العيد الماضي أحسن من هلا، يعني كعملية بيع كان أحسن من هلا بكتير. الناس بالعادة شو بتشتري هلا بيوم الوقفة؟ فستق حلبي، جوز، عجوة ناعمة، طحين للمعمول، يعني الأساسيات تبع المعمول. لإيمتى السوق بيضل فاتح بيوم الوقفة؟ يوم الوقفة بيبقى لساعات متأخرة، يعني يعني ساعة تنتين أكثر شوي أقل شوي حسب. يعني في ناس لهلا معتاده انه تنزل تحمم الشباب بحمام السوق، وهن راجعين مثلا بياخذوا سكاكر، بياخذوا شوكولاته، بيتبضعوا. في ناس كمان بتكون مثلا متاخره، يعني ما لحقت تشتري، بيرجعوا كمان بيتبضعوا. نفس الشيء بيضل، يعني حلو هيك السوق دائما، يعني هو حلو بعجقته. على مر سنين طويله كان لوقفه العيد طقوس مميزه وممارسات خاصه عند السوريين، ويمكن هالعادات بتختلف من شخص للتاني لكنها بتلتقى ببعض النقاط. شو بتتذكري من عادات السوريين يوم الوقفة؟ شو بيعملوا؟ بيعملوا معمول، برازق، كعك، بيجتمعوا كل أهل الحارة، بيشطفوا الشارع الحارة، بيشطفوا الدراج، كله يعني إيد وحدة، وكله طبخ كمان، بيعملوا الطبخ، طناجر كبيرة وهيك. كانوا الجيران يجمعوا بعضهم، النسوان كلهم 20-25 مرة، يساووا معمول لهدول، ويساووا معمول لهدول، ويساووا معمول لهدول، ويساووا العجوة، ويسهروا بالليل، ودق وغني ورقص، ومن أحلى ما يكونوا الأفراح بيوم الوقفة إنه جاي العيد. شو عيد جاي؟ عيد، إن كان عيد الفطر ولا كان عيد الأضحى، يحتفلوا تلاقي هالنسوان وهالرجال تروح بهالقلابيات وبهالعبايات، يتمشوا يسلموا على بعضهم، يجمعوا بعضهم بالحارة، يشربوا القهوة المرة، يفوتوا كل واحد عامل مضافة، يفوتوا عند بعض، يعايدوا بعض بيوم الوقفة المساء، يقدموا هالقهوة المرة، يقدموا هالحلويات، يقدموا هالفواكه. كان في سعادة وسرور من القلب.